مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل واخر فقراتنا النهارده. اتجوز ليه كلمه بنسمعها كتير جدا من البنات، خصوصا لما بيكبروا شويه، لما بيعدوا 30 بيبداوا يستقلوا ماديا ونفسيا، وبيحسوا ان الجواز ممكن ما يضيف لهمش حاجه، يعني حتى لو ما لقوش الشريك المناسب بتبقى خلاص البنت كبرت ونضجت كفايه، وبتحس ان هي خلاص مش محتاجه ظل راجل، يعني زي ما كانت البنات بتقول زمان. معانا اسماء حفظي الكاتبه والمستشارة الأسرية، هنتكلم معاها عن أسرار البنات والجواز، ونعرف البنات مش عايزة تتجوز ليه. صباح الخير ومنورنا، في نهارك سعيد. أهلا بيك. طبعا كلمة اتجوز ليه بنقعد نسمعها كتير الأيام دي، خصوصا إن البنات بقت مستقلة، يعني في بنات كتير جدا مستقلة ماديا ونفسيا، وكل ما البنت بتكبر بتحس إن هي تفكيرها بيكبر، وإن هي مش اي حد ممكن ان هي ترتبط بيه، خصوصا ان هو مش قادر يوصل لعقلها وياخد قلبها زي ما بنقول. مظبوط مظبوط. كمان هي احتياجاتها بتختلف ونظرتها للطلبات بتختلف، يعني حتى احتياجاتها في الانسان اللي هي عايزه تشاركه بقيه الحياه هي بتكون مختلفه عن سن قبل ال 30. بعد ال 30 بتبقى فهمت حاجات كتير في الحياه كانت قبل كده نظرتها ليها حتى مختلفه. فهمت ان الشكل مش عنصر اساسي، وان انا ممكن بسهوله جدا احب حد بعد ما اتعرف عليه اكتر ويدخل حياتي ويكون اهم عندي من حد تاني. فهمت ان انا ممكن استبدل الاشخاص باشخاص تانية، مش بس لمجرد ان الشخص ده هو اللي انا حسيت معاه الاحساس ده فخلاص انا مش هقدر احس ان انا هفني حياتي عليه. يعني بالظبط. فهمت ان متطلبات الحياه الناجحه مش شرط تكون كانت حاطه لها معايير صح. يعني ممكن تكون معاييرها او احتياجاتها في الانسان كانت خاطئه اصلا. وضغط الاسره كمان بدا يقل عن زمان أكيد. الام كانت أكيد. لما البنت بتعدي مثلا ال 20 سنه كانت تبتدي بقى تقلق، يعني عايزه تشوف عريس، وانت اتاخرتي واخواتك وبنت خالتك اتجوزت قبلك ولازم تتجوزي. مظبوط. دلوقتي البنت ممكن لل 30 ما تتجوزش. فعلا كان قبل كده كمان قبل سن ال 20 بيبتدي الاهل يقلقوا على البنات بدري، لان كمان البنت كانت شخصيه اعتماديه اكتر من دلوقتي بكتير، كانت دايما معتمده على وجود حد في حياتها، حتى في بيت اهلها كانت دايما هي معتمده على الاب والام في اداره حياتها. دلوقتي البنت من بعد سن ال 20 او ال 25 تبتدي هي تعتمد على نفسها بنسبه 70%. حتى لو انا هفضل عايشه معاهم مفيش مشكله، بس ممكن تكون يعني شريحه قليله قوي اللي بتاخد لسه مصروف من البنات، يعني ممكن شاب يفضل ياخد مصروف لسن اكبر من البنت، لكن البنت لا، بتلاقي دايما عندها من بعد ال 20 تطلعات دايما انها عايزه تعتمد على ذاتها. طب ليه ده اتغير في البنات؟ بصي، ليه دي ليها اسباب كتير قوي، بس اهمها ان هي خرجت في الفتره الاخيره لقيتنا عايشين في مجتمع ذكوري جدا، خصوصا حتى جوه البيت، يعني بدات تشوف ان هي بتشتغل في البيت، بتقوم بطلبات البيت كاحتياجات منزليه من تنظيف وتوضيب وتجهيز واكل وكل الاحتياجات دي، في نفس الوقت هي مثلا عندها اخ فهي بتقوم بطلباته. في نفس الوقت نفس الاخ ده بيتحكم فيها او في حياتها بنسبه كبيره، ممكن تبقى بتذاكر واشطر منه وبتقوم بطلباته برضه، وبلس كده كمان ان مثلا انزلي هاتي لي سجاير او هاتي لي وانت جايه كذا. طب ما هو انت فين انت واخد كل الصلاحيات ومفيش اي مسؤوليات. فبتبتدي تحس ان لا، انا مش عايزه اعتمد على حد، انا عايزه اعتمد على نفسي. كمان عشان تبعد عن حته احنا قلقانين عليكي ويلا بسرعه اتجوزي ولازم ترتبطي، بدات تعتمد على نفسها عشان تثبت انها قادره تختار شريك حياتها في الوقت اللي هي تختاره. وغير كده ما يلاقوش عليها. فيبتدوا هم يشوفوا ان هم حتى لو لا قدر الله حصل لهم حاجه، لا احنا شايفينها قادره تدير امورها، فالموضوع بيهدى شويه. وفي كمان تغيير في التربيه، يعني الجيل اللي طلع ولقى ان في تربيه ذكوريه شويه، الام بدات ان هي تربي الولد والبنت زي بعض، ان هي ما تفرقش، يعني الام دلوقتي غير الام زمان اللي كانت بتطلع مجتمع ذكوري. لا فعلا، اكيد اتغير مؤخرا في السنين الاخيره، في وعي عالي جدا في حتة المجتمع الذكوري دي. حتى كان زمان ما فيش حاجة اسمها ولد يعمل شغل البيت. كانت لو الولد قام مثلا تلاقي الأم أو الجدة لا عيب ما ينفعش مفيش راجل يشتغل في البيت. لا دلوقتي العكس. دلوقتي الأم بتعود ابنها ان هو يشارك، لأن هي نفسها عانت من ده. ده بيحمله المسؤولية كمان طبعًا. مش بس في البيت، على مستويات كتير جدا بيربي عنده حس المسؤولية طبعا. وهي كمان كزوجة عانت من تربية الحمى لزوجها، فان هو كان شخصيه اعتماديه عليها، فشافت ان لا انا مش هعمل في مرات ابني بعد كده ده صح، فبدات تربي صح. لكن احتاجنا فتره طبعا طويله، يعني 10 سنين او 15 سنه فاتوا ورا كل الاجيال بتاعتهم اتربت تربيه ذكوريه عاليه، فده اللي خلق الفجوه ما بين الولد والبنت.
هل في بنات لحد دلوقتي لسه بتتجوز عشان بس محدش يطلق عليها لقب عانس، وان لما حد يزورهم في البيت يقول لها يا حبيبتي انت لسه ليه ما اتجوزتيش، انت حلوه يعني ومحتاجه ظل راجل يعني زي ما بيقولوا؟ بصي هقول لك حاجه، هم في لسه بنات بتتجوز بالفكر ده، بس مش عشان الناس، عشان نفسها. لان احنا مؤخرا بقينا خلاص عندنا من قوه الشخصيه اللي يخلينا نلغي خالص الكلام اللي بيتقال لنا، احنا بقينا بندور على احتياجاتنا احنا. فهي مش حابه الوحده اللي هي عايشه فيها، او مش حابه فكره انها ما اتجوزتش لحد دلوقتي، فبتقرر ان هي حسب احتياج الشريك بتتجوز بدون اختيار صائب، عشان نفسها، عشان هي مش حابه احساس العنوسه اللي هي وصلت له، لكن مش عشان المجتمع. تتجوز وخلاص، بس هي عارفه انها عملت كده عشان هي عايزه ده، يعني هي فاهمه بالظبط. بس بتعمل ده، في منهم في بينجح وفي ما بينجحش، في منهم بتنجح فعلا، بس هي يعني تقدري تقولي ان مساله قدر بحت، يعني مش ده الطريق الصح اللي المفروض ناخده. بس في ناس فعلا بتقدر يعني الطريق ده يقدر يوصلها في الاخر لحياه ناجحه، وفي منهم اللي لا، يعني هو اختيارها بيكون خاطئ، وفي حاجات كتير قالت لها ان اختيارها خاطئ. بس هو الاحتياج للشريك ده طبعا يعني حاجه بالفطره، يعني اي انسان محتاج نصه التاني، بس لازم طبعاً الاختيار طبعاً يكون طبعا، بس لازم بالظبط احط في حس شويه معايير، او على الاقل اسمع للاشارات اللي بتقابلني بتقول لي انا ماشيه صح او غلط. بس مظبوط، لكن ما كملش وانا شايفه قدامي اشارات بتقول لي ان الموضوع مش صح، مش مناسب، ان التوافق بينكم قليل، ان الحياه دي مش هي اللي انت عايزاها، ومع ذلك انا اكمل، لان انا نظرتي يعني اللي بيحصل دلوقتي ان هم فتره الخطوبه انا عايزه اتخطب، فبتخطب بعد كده بجهز للجواز. فاحتياجي بيكون اتغير من خطوبه او من وجود شريك في حياتي عاطفيا، لان انا عايزه استقل وعايزه حياتي تبقى حياه زوجيه، وبتدي تظهر احتياجات من نوعيات تانية عندي انا دلوقتي، خلاص هي قدامي واضحه على الطريق. مش الحب بس هو اللي بيخلينا نعيش بعد كده، يعني بكمل وانا مصره اكمل، مع اني انا شايفه قدامي ان الاشارات بتقول لا مش ده الحد المناسب، بس انا عندي احتياج اهم. بعد ما بوصل للاحتياج احتياجاتي كلها اتغطت، ببتدي اواجه الانسان، بلاقي ان لا مش هو ده اللي انا عايزه، فبنعمل ستوب بعد سنه سنتين. عشان كده نسبه الطلاق زادت جدا الفتره الاخيره. بالظبط، لان احنا مش واخدين بالنا ان احنا عندنا شخصيات قويه، احنا مش ضعاف، وما ينفعش تتعاملي مع شخصيتك القويه بمنهج ضعيف ان انت عايزه حاجه وخلاص توصل لها. لا، لان انت هتيجي في وقت من الاوقات مش هيهمك بقى فركشه خطوبه، لا ده انت مش هيهمك طلاق. وبعدين بيبقى معاكي طفل، فبتدخلي بقى بالزبط في متاهات تانية كتير احنا في غنى عنها لو فكرنا من الاول كويس. عشان كده عملتي كتاب اتجوز ليه؟ بالظبط. ايه بقى الكتاب؟ الكتاب هو بيناقش المراحل العلاقات كلها، بدايه من الوحده العاطفيه، ازاي اتعامل معاها وازاي اتعايش معاها، مرورا بكل المراحل اللي بتمر بيها اي علاقه، التعارف، الخطوبه، اول سنه جواز، او البيبي، اهل الزوج، بعد فتره من الزواج، المشاكل اللي ممكن نعدي بيها كلها مرورا لو من اول يوم مثلا ما خلفتيش ليه؟ بالظبط. يعني كل كان البيبي المفروض يبقى جاهز في ايد العروسه. حطينا في الكتاب تقريبا كل المراحل اللي بتمر بيها العلاقه، حتى الطلاق في الاخر خالص، ازاي لو لا قدر الله حصل طلاق ازاي اقدر اتعامل معاه. طب ما وصلتيش لحاجه كويسه في الكتاب، ان ممكن ما يحصلش طلاق، ان الحياه تبقى سعيده؟ ممكن. يعني انا لو خدت المعايير الصح من الاول، وعرفت ان انا شخصيتي ما تسمحليش ان انا اكمل حياتي اللي هو ضل راجل ولا ضل حيطه، وفهمت ان انا لو تجاهلت احتياجي دلوقتي وتغاضيت عنه هيظهر لي بعدين وهيطفو على السطح بعد ما تروح زهوه الحياه، هقدر اكون بكون حياه ناجحه. دي نقطه مهمه جدا. لو تعاملت مع مشاكلي بحكمه هقدر اتجاوز المشاكل اللي ممكن اعدي بيها واوصل في الاخر لحياه ناجحه. لو فهمت ان شريكي انا مطلوب مني اتقبله اكتر ما اغيره، افهم انه مختلف عني، مش لازم يكون شبهي بالظبط، ومش لازم ان انا اتغير عشان او هو يتغير عشان، ان احنا نتقبل بعض على الوضع ده. التقبل اهم بكتير جدا من التغيير. ما فيش حد مطلوب منه ان هو يغير غير حاجات بسيطه جدا. يعني انا لو عشت 25 سنه بشخصيتي صعب جدا ان انا اغيرها، يعني ممكن اغير حاجات اغير بسيطة. حاجات بسيطه بالظبط، في حاجات بتتغير جداً مع الزمن، والسلوكيات دي ما تطلعش مني على سبيل ان انا لازم اتغير عشان اقدر اكمل، لا بتطلع مني على سبيل الرحمه، على سبيل الود، على سبيل ان انا حابه اخليك مرتاح لان انا سعيده معاك. مظبوط. ساعتها انا مش هوصل لمرحله اطلب فيها الطلاق واحس فيها ان انا حياتي مستحيله نهائي. ففي حاجات كتير ممكن توصلني لحياه ناجحه، وفي حاجات تانية ممكن تخليني اتجنب الفشل، او على الاقل ما بقاش وصلت لمرحله الانفصال. طب قولي لي ايه اللي ممكن يخلينا نتجنب الفشل في الحياه العاطفيه؟ اول نقطه، ما تجاهلش احتياجاتي خالص. ما ينفعش اتجاهل احتياجاتي، يعني ما ينفعش ابقى انا ليا مواصفات معينه في شريك الحياه واخد حد ما فيهوش من المواصفات دي اللي يكمل حتى ال 50. ان انا اتنازل يعني، قصدي بالظبط مش ما بسموهوش تنازل، بس بسميه يعني انا خدت حاجه غير اللي انا عايزاها، فانا بفضل عندي لسه احتياج ما اتغطاش.
في اول الخطوبه. طب ليه بوافق ما دام ده اللي انا مش عايزاه؟ لان انا عايزه حاجه تانية غير الشخص. مش لاقياها؟ لا انا عايزه جواز. فانا خدت احتياجي للوجود الشخص اكتر من احتياجي للشخص تحديدا. يعني فرق كبير بين انك بتحبي الانسان ده وبين انك بتحبي الحياه بالشكل ده. بين انك عايزه تغطي الوحده اللي انت حاسه بيها بقالك مثلا سنين وبين ان انت لقيتي الالفه والسكن والموده مع الانسان ده تحديدا. لازم افرق ما بين الاثنين، ودي نقطه مهمه جدا. طبيعه الجواز في المجتمع الشرقي وخاصه المجتمع المصري مرهقه جدا على الطرفين. مصر. فبتخليهم بيوصلوا لمرحله الخطوبه او الجواز وهم لا انا مش لسه هبدا الرحله دي، انا هكمل وخلاص. لو في ده كمان ناس بتكمل علشان خلاص بيقولوا للبنت انت تستحملي ولازم تعيشي ولازم انت اتجوزتي وما ينفعش تطلقي او جبتي ولاد خلاص هتعيشي عشانهم، والراجل بيديله الحق ان هو ممكن يعمل حياه تانية جنب حياته ان هو يبقى سعيد فيها، بس يخلي حياته اللي هو عملها دي وبيته اللي هو عمله موجود. دي حقيقه، بس خليني برضو اكون صريحه، انا ما بشوفش ان البنت في مجتمعنا مرغمه على امرها غير بنسبه يمكن 20-30%. في موجود بالشكل ده قليل قوي، الباقيين هي صدقيني انا اعرف ناس شخصيا في وقت فتره الخطوبه والجواز هم علاقاتهم تجنبت الناس اللي ممكن تفتح عينيهم على الحاجات اللي مش صح، وخلت العلاقات بتاعتها كلها الناس بتاعت كملي وضل راجل ولا ضل حيطه، عشان هي عايز تسمع الكلام ده. هي الاساس. احنا بجد فعلا مش ضعاف، احنا اقوياء جدا، وقوتنا دي احنا لو ما احترمناهاش هي اللي بعد كده بتبتدي تدمر حياتنا. يعني قصدك ان البنت اللي بتكمل بتكمل عشان هي قويه، مش بتكمل علشان بالزبط. هي ضعيفه ومش ايوه هي عايزه الحاجه دي. هي خلاص. شايفه قدامها كم اخطاء كبير جدا في العلاقه ومع ذلك هي مستمره. طب ليه مستمره في الخطوبه؟ لان هي عايزه خطوه الخطوبه وخطوه الجواز، مش مهم عندها الانسان. عندها اعتقاد بقى ان الحياه بعد الجواز هتختلف، عندها بس اعتقاد مش ان سعيده بتعيش هتغير. مش سعيده بتعيش مش سعيده، بس بتاخد البينيفيتس، وعشان كده بتيجي بعد اول سنه سنتين وتقول خلاص مش هقدر، لان خلاص الفرح خلص. طب واللي بتكمل مش مبسوطه؟ اللي بتكمل مش مبسوطه بيجي عليها وقت بيحصل حاجه من الاثنين، يا بتحصل معجزه من عند ربنا والانسان نفسه يحصل تغيرات في طبيعه شخصيته، يا اما هي بتقف برده حتى لو بعد 5 سنين او 10 سنين وتقول لا مش هكمل وبتنفصل. طيب لما احنا بنتجوز مثلا وبيكون في خلافات زوجيه ونكمل طبعا على ان احنا خلاص احنا مش عايزين بعض، اكتشفنا ان احنا يعني مش مناسبين لبعض، بنطلع ولاد، الولاد دول بيشوفوا العلاقه اللي بينا اللي هي مش مظبوطه وان احنا مفيش الود بقى والحياه الاسريه والموده والرحمه، بيشوفوا كل الحاجات دي، فبنطلع جيل البنت تبقى صغيره بتقول لك برضه اتجوز ليه. بصي هو انا نقطة مهمة جدا بالنسبة لي موضوع البيبي ده، يعني ده قرار مش في مجتمعنا المصري على الأقل ما ينفعش يكون خطوة طبيعي إنها تحصل، إن أنا اتجوزت فطبيعي إن أنا أخلف، لا ده لازم يكون قرار، لأن أصلا الشاب بيكون قضى مثلا حوالي 25-26 ما كانش 30 أو حاجة و30 سنة من عمره هو بيحوش وبيشتغل وبيرهق نفسه جدا عشان يتجوز. مجرد ما اتجوز أسبوع أسبوعين ولقى المدام حامل فدخل في مطحنه ثانيه خالص، فهو نفسه ما بيكونش لسه حتى ملحقش يتبسط او يستمتع بحياته، ما لحقش حتى يتكيف مع الانسانه دي ومع الحياه الجديده ومع الاوضاع الجديده، ولقى نفسه داخل في حياه ثانيه خالص. فازاي؟ فلازم يكون قرار. وانس بقى انك خلاص الموضوع حصل وما قدرناش ان احنا نتجنبه، انا لازم بقى يعني افهم ان انا ما خدتش المعايير الصح في الجواز، على الاقل اخد المعايير الصح في تربيه ابني او بنتي. لازم اكون صريح وواضح معاه، ما كنش همي ان انا ما ينفعش صوتي تتهز قدامه، لا عادي انا بني ادم وقابل للخطا او الصواب، فانا حتى لو اخترت خطا انا اقول انا اخترت خطا، لو اخطات في حق شريكي انا اقول انا اخطات. يعني علم ابني ان انا اخترت غلط وان انت مش لازم تختار زيي، ولا ما بينش ان انا اخترت غلط؟ لا اقول له طبعا، لان انا لو ما قلتلوش هو هيفهم المشكله في الجواز. لكن انا لو عرفته ان انا اخترت غلط او تصرفت بس غلط، بس انا كده بهز صوره يعني الاب او الام قدام الطفل. دي فكره خاطئه عندنا كلنا، لان الاب او الام هم مش اله، هم بشر. وانا لو ما علمتش ابني ان الانسان مهما كان حجمه او مهما كان التايتل بتاعه في حياتك هو ما عندوش مشكله في اعترافه بالخطا، هو نفسه مش هيطلع عنده مشكله في اعترافه بالخطا. يعني قصدك ان انا لو اعترفت لابني او بنتي ان الطرف الثاني انا اخترته غلط سواء اب او ام، ده ما بيهزش الصوره نهائي. قدام الطفل نهائي، مش شرط ان هو يكون اختيار غلط ان هو يبقى انسان وحش. بالظبط، انا اخترت خطا، ما كانش فيه تكيف او توافق مناسب ما بيني وما بين بابا او ماما، فبالتالي ما قدرناش. بس هي كويسه جدا وانت او بابا كويس جدا، مش معنى احنا كده انا بكون عنده كمان فكره ان انت ممكن تعيش مع حد في المجتمع بشكل عام مختلف عنك
ومع ذلك انت مش بتكرهه، مش شرط يكون يا شبعك يا عدوك. يعني دي نقطه. نقطه ثانيه، انا بخليه يفهم ان المشكله والعيب مش في الجواز، الاهم اختيارك للانسان او للشريك ده هيكون عامل ازاي. النقطه الثالثه ان انا بخليه يفهم انه مهما كان حجمك ومكانتك مش عيب ابدا انك تعترف بخطأك. فبالتالي الابن بيبقى دايما عامل فوكس على ان انا عادي غلطت اعترف، ما بيكونش عامل فوكس على ان انا ما بغلطش او ان انا بخاف هكمل عشان انا خايف ان هم يقولوا ان انت اخترت غلط. بيدافع عن وجهه نظره باستماته. تلاقي مجتمع اللي حوالينا بقى عنده عدم قدره رهيبه على الاعتراف بالخطا او على انه يتنازل عن وجهه نظره، هو بيقاتل مش بيدافع عنها او بيتناقش. فبطلع جيل عنده القدره على ده. طب قولي لي النصيحه بقى اخيره لكل بنت بتحب ومقبله على الجواز او مقبله على الارتباط في الاول، نصيحه ليها. نصيحتي تجاوب على السؤال اتجوز ليه، لان اجابتها على السؤال هي اللي هترجعها مهما حصلت مشاكل ومهما قابلت عواقب ومهما شافت ان هي الحياه صعبه، هترجع لنفس النقطه. لو اتجوزت عشان هي بتحب الانسان ده فهترجع لنفس نقطه الحب، هي اللي هترجعها عن الانفصال او عن المشاكل اللي حصلت. لو اتجوزت عشان هي عايزه اسره وبيت واطفال هتبقى قادره انها ترجع تاني عن القرارات اللي ممكن تاخدها علشان نفس النقطه. فلازم كلنا قبل ما ناخد الخطوه دي نعرف احنا بنتجوز ليه. أسماء حفظ الكاتبة والمستشارة الأسرية، وأشكرك شكرا جزيلا وشكرا على وقتك. شكرا جدا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بكرة إن شاء الله يوم جديد وفريق أعمال جديد، نهاركم دايما سعيد، معلش الصيام.